سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير يا ربي، بصحة جيدة دائما يا رب. ويلقاكم هذا الفيديو بالصحة والسلامة. اليوم الوصفة ديالنا عبارة عن غريبة اللي كتجي صراحة اقتصادية وكتذوب في الفم، والمقادير ديالها اكيد غادي يكونوا بسيط. كيف ما كتشوفوا البنات كتجي مرملة مرملة وقرمشة من الداخل. نتمنى انكم تجربوها، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. عليا الا نقول لكم يلا مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة للجميع. بسم الله على بركة الله نبدأ المقادير. بالنسبة للمقادير البنات، أتمنى أنها إن شاء الله تكون موجودة في كل بيت. عندي الدقيق من نوعية الجيدة الخاص بالحلويات، عندي واحد الفلون ديال النكهة بالفاني، وعندي واحد الفانيلا، عندي واحد الخمارة، واحد جوج أصفار البيض، وواحد عزلتو بيض بوحدو، وعندي كأس قل ربع ديال الزيت، كأس ديال السكر السخيلي والسكر كلاسي، ورشيشة الملح فقط. بسم الله على بركة الله نبداو الطريقه. المهم البنات قبلوا على الصويت وصافي، مخرتش بهذا البرد. كيف كتشوفوا البنات، انا درت واحد الصفر، عفوا واحد البيض ديال البيضه مع جوج الاصفار، وغندير لهم داك الكاس ديال السكر كلاسي. المهم البيض البنات هو اللي غادي نزينوا به مع رقائق اللوز. كيف ما شفتوا كي كتجي، هي صراحه في المقادير صراحه كتجي بسيطه، ولكن المنظر ديالها كيجي صراحه زوين وكيجي عاطي العين. المهم الناس كيف ما شفتوا، غادي نحاول انني ندير ديك الساشي ديال الفاني. يمكن لكم ديروا البودره، اللي عندكم بودره الفانيلا يمكن لكم تستعملوها، حتى هي كتجي زوينه. وغندير واحد رشيشه ديال الملحه. صافي البنات، وغادي نمزج هاد العناصر مزيان، نمزجهم مزيان كيف ما كتشوفوا حتى يولي لي بحال شكل كريمه. يعني نسجموا لي العناصر مزيان حتى يولي بحال شكل كريمه. كيف ما شفتوا البنات، بعد ما نسجموا لي العناصر يعني ولاو بحال شكل كريم. ها انتم كيف ما كتشوفوا، غادي نزيد لهم داك الفلون ديال الفانيلا. علاش البنات هاد الفلون صراحه كيعطي واحد الهشاشه وكيزيد الرمله وكيعطي واحد التعليكه كتجي معلكه، كتجي صراحه زوينه بهاد الفلون ديال الفاني. صافي غادي ندير الزيت. انا مزجهم مزيان كيف ما شفتوا البنات، المقادير ديالها راه بسيطه بسيطه بزاف، وكتعطينا ما شاء الله، كتعطينا واحد الكميه اللي كتكون ما شاء الله. صافي البنات، وغادي نزيد الدقيق بشويه بشويه. بالنسبه للدقيق راني غربلته من قبل، عفوا غربلتو كيف ما قلت لكم قبل، وغنزيد خماره. ديروا البنات خماره وحده، انا كنعبر بمعلقه لانني كناخذ ديال العبار. المهم غديروا غير خماره وحده فقط. صافي البنات، وغنديروا الدقيق بشويه بشويه. انا كندير الدقيق غير بشويه بشويه باش ما كتجيش قاشحه، ما كتجيش هي قاصحه بزاف. صافي البنات كيف ما شفتوا، مازال غادي خصني الدقيق، غادي نزيدو، ولكن ما غاديش نزيد الدقيق يعني حتى نجمع الجناب ديال القصريه كاملين، عاد غنزيد الدقيق. صافي كيف ما شفتوا البنات، غادي نزيد الدقيق باش ما نبقاوش نزيدو في الدقيق، ومنين نجيو نجمعو يعني العجين ديال الحلوه ديالنا كتجينا قاصحه، يعني باش يجي القوام ديالها هو هذاك. صافي كيما شفتوا البنات، وكنحاول انني نحيد ديك دوك العجين اللي كتبقى بحال كلاصقه في القصريه، يعني كتبقى مازال باغا تهز الدقيق. صافي كنحيدها بحال هكا، تنجمع كل شيء يعني الجنب ديال القصريه كامل ما يبقى فيهم والو، باش نشوفوا نحن فرسيتي ديال نحيد منهم كيف ما كتشوفوا، باش نشوف القوام ديالها واش غتحتاج مازال دقيق ولا لا. صراحه الغريب البنات راه دغيا دغيا كتوجد، توجد في وقت وجيز، وكتجي صراحه زوينه بنينه بنينه بزاف. المذاق ديالها كيجي بنين. صافي كيف ما شفتوا البنات، كنحاول انني نحيد من يديا ونجمعها، راه هي كتلصق، نحاول انني نجمعها بحال هكا بشويه.
تقريبا كتاخد لكم جوج الكيسان حتى ثلاثه ديال العنبه ديال الدقيق، يعني ماشي بزاف. غادي نشوف بانها كتشكل صافي، يعني هذا هو القوام ديالها. البنات هنا خديت اللاطه درت فيها ورق الزبده وحطيتها العجين كيف ما كتشوف التبصيل. بالنسبه للتزيين عندي واحد الصفار ديال البيض اللي كنا حيدناه، وعندي رقائق اللوز. صافي غنبقى البنات نشكل فيها بحال الكويراس كيف ما شفتوا، وغادي نغسلها الوجه ديالها يعني في بياض البيض، وغادي ندير رقائق اللوز كيف ما شفتوا. صافي ونحطها. صراحه انا استعملت غير داك الورق نيت اللي كان صبت فيه الفقاس، يعني ما درتش ورق اخر بحال كده باش نقتصدوا فقط. صافي كيف ما شفتوا البنات غادي نستمر بحال هكذا، يعني نشكلهم كويرات يكونوا قد قد. بالنسبه للحجم كيبقى لكم اختياري، بغيتوا تكبروهم ولا تصغروهم كيبقى لكم اختيار. صافي نحاول انني نبسطها بحال هكا باش كتجي مفقعه يعني مزيان، وكتيجي حتى المنظر ديالها زوين. صافي غنستمر بحال هكذا البنات ونرجع معاكم. صافي البنات بعد ما شكلتها كيف ما كتشوفوا كويرات كامله كتعطينا هاد الحبات. دابا غنشعل عليها الفران وندخلها من بعد ما طيب نرجع معاكم. هي البنات بعد ما طابت وخرجتها صراحه كتجي زوينه، وصراحه انا يعني كيغدرني الفران كيحمر لي من الوسط ومن الجناب، يعني هذا هو اللون ديالها اللي خاصها تجي البنات. كتجي بحال هكا، هذا هو اللون كيف ما وريتو لكم، هذا هو اللون ديالها اللي كتجي. غنوريكم وحيده كيفاش كتجي صراحه من الداخل، كتجي مرمله كتجي زوينه. نتمنى انكم تجربوها وطيبوها بهذا اللون اللي قلت لكم، لانها هي اللي كتجي صراحه راقيه وكتجي زوينه. المهم البنات الاهم هو المذاق، كتجي ما شاء الله. وهذه الكميه يعني ما شاء الله نخلطوها مع حليوات. ما عليا الا نقول لكم مع اللقاء والفيديو القادم ان شاء الله. خليتكم على خير وخليت لكم راحه، ما تنساوش لي لايك.